كان زيدان ما فيش شيء وراه، ليش ما يكلمش الشيخ صديق بظالمه؟ ممكن هو زيدان هو اللي خايف من شيء. انا هذا هو السؤال نساله، يعني انا ما نسالش ليش ما تمش القبض على ابن خطاب، يعني ليش زيدان ما دورش من اللي خطف عليه؟ ما هو عارفه هو وين. هل انا بنخته من الجهه الثانيه؟ ما فيش دوله بالمفكر، ما فيش دوله، هي ماهيش علاقه دوله. ما هو دز ما هو دزه وخشوا على المكان بتاعه هو الشخص اللي خطف زيدان وخذوا بعض الاوراق المهمه منه هو. فانا الان كمواطن انا بروحي دخت، يعني انا دايخ، ما انا ما خشيتش، ما جيتش انا خشيت المؤتمر الوطني، يقول لي تفضل سيد رجب باضى قدامك المايك وتكلم، وانا رئيس الوزراء المخطوف ما عدتش دورت من خطفني، ليش ما دورتش؟ اذا كاني انا نظيف واذا كاني انا ما وريا الشيء وما عنديش ولا حاجه في ظهري واثق من نفسي هنمشي نجيب الشخص. اما اذا كاني انا خايف من البلبله فلذلك نقول له عدي. إذا كان رئيس وزراء ينخطف ويمشي لرئيس المؤتمر يزوره في مكان اللي خطفينا وسجنيننا فيه يتفاوض ويطلب منه يقدم استقالته، وبعدين هذا رئيس المؤتمر، وأنا أعتقد وصرحت من قبل أن رئيس المؤتمر من ضمن المؤامرة اللي شاركت في خطف زيدان مع عظام المؤتمر، هم كانوا يبي يسقطوا علي زيدان بأي شكل، يبي يرشحوا واحد من عندهم، بأي شكل يبي رشح واحد من عندهم هم، كلها على قضية الميزانية والمليارات، ما هيش قضية وطن ولا قضية وطن. مش قضية وطن، كلها على الميزانية وعلى المليارات. كل واحد جانا من برا احترام، يعني في ناس جات من برا واستشهدت في ليبيا. ولكن زي ما ذكرت لك يمكن أكثر من 80% جايين ليبيا عشان أرقام معينة يديروها ويرجعوا. الغالبية العظمى منهم. وإن شاء الله ما عادش واحد يقعد في كرسي مؤتمر ولا في حكومة جاي من برا، مع احترامنا في ناس جات من برا قدمت وخدمة، يعني معلش هذا زي الدكتورة فاطمة الحمروش، يعني هذه راهي دارت شغل كبير، أنا بحثت لقيتها دارة شغل كبير، لكن الشغل اللي دارتها اللي جاء بعدها نهاها الشغل بالكامل. ف قضية كبيرة، خلينا نحكوا في المؤامرة شوية واللي هي تخص جنوب ليبيا وتقسيم ليبيا. مش عارف أنتوا الوقت ممكن ما يسعفناش الكلام واجد في الموضوع هذا، خلينا تو نردوا عليه، يعني ممكن نوضح للكاميرا هذين خريطهم هم ديرينهم. هذه خريطه، انا خريطه مصر مقسمينها دوله النوبه في الجنوب والجزء اللي هو شرق النيل ومع سيناء، هذا كله ضيفينا لاسرائيل، دوله في جنوب السودان، دوله في غرب السودان اللي هي دارفور. هذه خريطه مهمه، مش خرائط ما يجيبهاش انا من عندي. خريطه تقسيم ليبيا هاي قاعده، ممكن نوضحوا للكاميرا هذه الخريطه، هذين خرائط هم ما جبتش حاجه انا من عندي، كل دوله مسمينها، يعني تاخذ جنوب ليبيا وتاخذ جزء كبير من جنوب الجزائر. فهذين خرائط هم، يعني هذين خرائط هم. هل ممكن ان هم يقسموا ليبيا من غير رضانا نحن؟ يعني انا ما اعتقد ان تقسيم ليبيا في يد الليبيين وليس في يد اي حد ثاني. اذا كان في حساسيات ويشتغلوا عليها وفتنه يشتغلوا عليها، خليني احكي لك موقف صار معي انا شخصيا. انا في يوم مش متذكر انا عليه قناه ممكن على العاصمه وليبيا اولا، قلت اذا كانت الدوله ما تبيش توقف معنا في الجنوب نحن حنحط ايدينا في ايدين الاجنبي. ثاني يوم اتصلوا بي الانجليز. ثاني يوم اتصلوا بي الانجليز ومشيت وجلست معاهم في السفاره فتناقشنا، هم يبي يستخدموني وانا نبي نستخدمهم طبعا. فهم سمعوا التصريح متاعي اني انا حنحط يدي في يد الاجنبي لو دولتنا ما وقفتش معنا. شن قالوا لي؟ قلت لهم تدعموني انشاء دوله في الجنوب؟ قالوا نحن انتم حرين، يعني انتوا اللي تقرروا، انتوا دولة ذات سيادة. هذا اول مرة تصرح به ان الانجليز كلموك قالوا لك تعال نحن بنتلاقوا معك، ما قلتاش من قبل في اي قناة؟ لا ما قلتاش في اي قناة، لان الكلام اللي تحكي فيه هذا كلام خطير، يعني كيف تتلاقى مع الانجليز وتدعموني وانشاء دولة في الجنوب؟ يعني موضوع كبير يعني. طبعا انا لما صرحت يعني مرات نطلع نقول كلمة نقصد بها شيء، وزي انت قصة الذهب اللي يبي يدير شيء ما يطلعش قدام شاشه ويحكيه. فالليبيين يعتقدوا ان الناس هذوما اصحاب عقول، والله الله غالب يعني.
والله نشوف فيه أي كلام. شن صار بينك وبين؟ قلت لنا شنو المطلوب مني؟ قال لي ماش مطلوب منك شيء، أنتوا دولة ذات سيادة، يضحكوا علينا يعني، أنتوا دولة ذات سيادة وأنتوا اللي تقرروا. قلت له برقة هذه كانت في الماضي يعني كانت تحت هيمنتكم، وما زال أنتوا تعتقدوا أنها أو تعتبروا أنها أرض نفوذكم يعني، فكيف أنتوا سمحتوا للفرنسيين بالتدخل في جنوب برقة؟ قال لي لا، الفرنسيين ما تدخلوش في جنوب برقة. ما قال ليش لا مش نفوذنا والله. قلت له نحن الكفرة ممكن دولتنا ما وقفتش معانا، أنتوا توقفوا معانا ونأسسوا دولة بروحنا. شيء طبيعي أنا بناخذ ونعطي معه في الكلام. فقلت له شو المطلوب منا؟ قال لي المطلوب تبيعونا البترول وتودعوا فلوس كم عندنا. على فكرة يعني في مفروض ما نطلعهاش يعني، كنا حنقولها حاجة أخرى، مصرف واحد، نحن مصرف واحد في الغرب، تملك ليبيا 400 مليار دولار. لا عمر المؤتمر حكى عليها ولا عمر الحكومة حكت عليها. كيف سيد تواتي مصرف واحد شنو؟ مصرف واحد في الغرب، مش هنذكر الدولة ولا هنذكر، لكن عندنا مصرف واحد رصيد ليبيا فيه في المصرف هذا، مؤسسة كبيرة في أوروبا منش يعني مهم الغرب، مش ضروري نوضحه للمافيات ومرات الناس يعني المواطن في الشارع تقول له الغرب يعني يقصد به الغرب في ليبيا اللي هو طرابلس. لا لا لا، نحكي الدول الغربية يعني. موجود فيه 400 مليار دولار، هذه ملك ليبي، جزء من الفوضى اللي سايرة في ليبيا عشان يريح المبالغ هذين. أنا نحكي على المصرف واحد في دولة واحدة، ما حكيتش على دول تانية. تمام، هذين موجودات. ناخده معنا السيد علي الزويد.